اسمحوا لي قبل ما نبدأ ناخد الأسئلة ان انا أكد ان شاء الله الاسبوع القادم هيبقى معانا وزير البترول والثروة المعدنية عشان يتكلم بالتفصيل على الخطوات اللي تمت في يعني حل المشاكل اللي كانت بتواجه الدولة المصرية نتيجة للأزمة الاقتصادية، سواء في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، انتاجية الغاز الطبيعي وتوقعاتنا للفترة الجاية هتبقى عاملة ازاي، وازاي ان احنا نحقق ان شاء الله الارقام هتبقى ازاي في تحسن شديد باذن الله في خلال الفتره الجايه. فهيبقى ان شاء الله هو معانا في المؤتمر اللي جاي عشان يدي برضو رساله واضحه لكل المواطنين في ضوء دايما ما يثار ده احنا هيبقى عندنا ازمه كبيره في الطاقه، احنا عندنا مشكله كبيره في الغاز، طب هو موقف حقل زهر عامل ازاي. كل الكلام ده هيبقى قدام حضراتكم عشان تعرفوا الأمور إن شاء الله هتبقى ماشية إزاي في خلال الفترة الجاية اللي هي كلها بإذن الله في سبيلها للتحسن والتقدم بإذن الله. نفتح الباب للأسئلة، تفضلي. أنا هستأذن حضرتك، عندي سؤالين مش سؤال واحد. أول سؤال، النهاردة مجلس الوزراء وافق على تأسيس آلية لدراسة تمويل المشروعات التنموية في دول حوض النيل. أهمية هذا القرار في هذا التوقيت، وإزاي هيقدر يحقق نوع من التكامل الاقتصادي بين مصر ودول حوض النيل. الحاجة الثانية، في ظل الجهود اللي بتقوم بها الدولة لجذب الاستثمارات وكان آخرها القمة المصرية السعودية، مؤخرا كانت الحكومة أسست وحدة لريادة الأعمال، إزاي نقدر نستفاد من ريادة الأعمال ورواد الأعمال في جذب استثمارات محلية لمصر؟ شكرا. طيب اسمحوا لي أنا هجاوب على الجزء الأول وبعد كده يعني معالي الوزيرة تتكلم على ريادة الأعمال. طبعا النهاردة في إطار رؤية مصر وقوتها الناعمة وتوجهاتنا الاستراتيجية للدول الأفريقية وتحديدا حوض النيل الجنوبي، يعني أنا عايز أذكر تحديدا حوض النيل الجنوبي. الحقيقة النهاردة الآلية اللي يعني أقرت من مجلس الوزراء إن شاء الله هتبقى هناك يعني استهداف لمساعدة هذه الدول في إطار الشراكة مع هذه الدول والتعاون ودور مصر المهم فيها، لان احنا نقدر ان احنا نعمل كل الدراسات ونقوم بتمويل وتنفيذ مشروعات تنمويه لسكان هذه الدول. وطبعا هتبقى يعني هذه المشروعات هتكون تحديدا في اطار يعني خدمه الاقتصاد المحلي وتلبيه الاحتياجات الاساسيه لهؤلاء المواطنين في هذه الدول، وده بيساعد طبعا في قوه مصر الناعمه في قاره افريقيا. حضراتكم تتذكروا ودايما بيقال هذا الموضوع ان مصر كانت يعني حاضره بقوه شديده في افريقيا في فتره وعقد الخمسينات والستينات، انما الحمد لله رجعنا بقوه اعتبارا من 2014، وهذه الاليه ان شاء الله هتكون يعني تساهم في مزيد من دفع العلاقات الثنائيه ما بيننا وما بين دول حوض النيل الجنوبي. احنا عندنا الوكاله المصريه للتنمية اللي بتخدم على دول أفريقيا بصفة عامة، ولكن هذه الآلية هتكون تحديدا بتستهدف هذه الدول. طبعا ريادة الأعمال بتعتبر يعني من الأولويات الكبيرة جدا. يمكن قبل الوزارة الجديدة كان دولة رئيس الوزراء أنشأ الوحدة تحت مجلس الوزراء. دلوقتي عندنا ثلاث مجموعات وزارية، مجموعة التنمية البشرية ومجموعة التنمية الصناعية، ويمكن مؤخرا أضيف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لأهميتها. أول اجتماع تم في ده سمعنا إيه المتوقع منها، ويمكن كان في أكتر من لقاء سابق مع رواد الأعمال المختلفين. احنا اللي عايزين نعمله يبقى في يعني تكامل ما بين المبادرات الحكوميه في هذا المجال. حضراتكم لو بصيتوا هتلاقوا ان الحقيقه في من الوزارات المختلفه اكتر من آلية واكتر من مبادره خاصه برياده الاعمال. عايزين كل ده يبقى متسق عشان ما يبقاش في يعني مبادرات متكرره. نمرة اتنين، في دراسات كتيرة جدا اتعملت على ايه هي السبل في تعزيز وجودهم في الوقت الحالي. نمرة ثلاثة، وده المهم جدا، ازاي نقدر نكثف من التكنولوجيا، لانه يمكن كله بيقول انه في حاجة اسمها الميدل انكم تراب او الفخ الدول المتوسطة الدخل. نقدر نطلع من هذا الفخ بالتكنولوجيا وبريادة الاعمال وبالبحث العلمي، فده الاساس اللي عندنا في الوقت الحالي. وزي ما تفضلتي انه الحقيقه كتير جدا من هذه الشركات في مصر بتقدر انها تنطلق هنا وبعدين تروح في بلاد اخرى، ف
فالهدف انه ازاي نقدر نشجعهم مش بس على الاستمرار ولكن ايضا شراكات مع رواد اعمال في بلاد اخرى، ويعني نتائج هذه المجموعات هتبقى متاحه قريب. شكرا. اول واحد بالطبع كان بالامس زياره مهمه لولي العهد السعودي، وتم توقيع اتفاقيه مهمه، اتفاقيه حمايه الاستثمارات بين الدولتين. كنت عايز اعرف من حضرتك قيمه الاستثمارات المستهدفه السعوديه في الفتره القادمه، خاصه ان بعض المواقع والصحف السعوديه قالت ان في 15 مليار جنيه هيضخوا في مصر خلال الاستثمار السعوديه الجديده خلال الفتره القادمه. والسؤال الثاني، في اي مجالات هتكون هذه الاستثمارات؟ وهل هناك، واخيرا، هل هناك لجنه قانونيه هيتم تشكيلها لحمايه الاستثمارات في البلدين؟ وشكرا. اولا يعني احنا تناقشنا على ان طبعا مع الاتفاقيه تناقشنا على مجالات سيكون هناك يعني تركيز على الاستثمارات فيها، القطاع الصناعه، قطاع الطاقه الجديده والمتجدده، وقطاع السياحه والتنميه العمرانيه. يعني دول الثلاث قطاعات اللي هيبقى فيهم ان شاء الله تركيز في خلال الفتره الجايه كبدايه. والاهم هو مش فقط ما بين الحكومات وبعضها البعض، هو الاهم كمان القطاع الخاص اللي هو بيلعب دور كبير جدا في الدولتين وليه استثمارات كبيره جدا موجوده. فاحنا ان شاء الله بنامل من خلال الاليه اللي النهارده اتوقعت امبارح، وطبعا دي لسه هناخد حي الاجراءات الدستوريه طبعا لان هي تم التوقيع، ولكن النهارده مجلس الوزراء بيبدا خطوات الاجراءات الدستوريه ولازم تعرض في البرلمان ويعني تقر بعد ذلك في تراجع وتقر من البرلمان علشان تدخل حيز التفعيل ان شاء الله في البلدين. فبالتالي احنا يعني بنتحرك في الخطوات دي، ولكن في نفس الوقت بالتاكيد دلوقتي في تواصل كامل مع سواء صندوق الاستثمارات السعودي او مع القطاع الخاص السعودي على مناقشه العديد من فرص الاستثمار في مصر في خلال الفتره الجايه. وزي ما بقول لحضراتكم يعني ما عندناش ارقام لان المشروعات كبيره، ولكن كل ما هيبقى في مشروع ان شاء الله يعني يدخل حيز النفاذ هيتم الاعلان عنهم تباعا باذن الله في خلال الفتره الجايه. بالنسبه لموضوع لجنه قانونيه، هي احنا الاطار نفسه اللي موجود والاتفاقيه نفسها هي من شانها خلاص بتحط الآلية اللي احنا كل المشروعات الاستثمارية ما بين البلدين هتبقى بتحكمها ان شاء الله في هذا الشهر. اتفضل. بعد اعلان الحكومة ان هيتم طرح عدد من المطارات والبنوك في برنامج الطروحات، يعني كان في اخبار امبارح كتير ان مصر هتبيع المطارات وده امن قومي، مصر هتبيع بنوك وده امن قومي، فعايزين بس حقيقة ده من حضرتك، وعايزين اخر تطورات برنامج الطروحات. طيب خلينا بس نتكلم، احنا بنتكلم على من اول لحظة اتكلمت على المطارات انا بتكلم على ادارة وتشغيل المطارات زي ما كل العالم بيتحرك فيه. فيعني هكرر تاني الموضوع، ليس هناك بيع للمطارات، المطارات دي مشروعات مرافق عامة للدولة المصرية، وبالتالي أي مشروع بيحصل فيها هو مشروع لتطوير وإدارة وتشغيل. وفي الآخر لكن في النهاية الملكية هي ملكية الدولة المصرية. ده اللي أنا بأكد عليه. البنوك بيختلف القطاع. إحنا عندنا بنوك تمتلكها الدولة وبنوك بنوك ملك للقطاع الخاص. وبالتالي حتى ما يطرح بتبقى بحصص من يعني في بعض البنوك اللي موجودة أو بنوك خاصة بتطرح في الدولة أو تتبع القانون أو الجزئية الخاصة بالبنوك الخاصة. ولكن إحنا كدولة طبعا عندنا بنوك عامة دي بتظل ملكيتها بالكامل للدولة، إنما بيبقى هناك حصص في بعض البنوك الأخرى اللي ممكن هي دي اللي تطرح في هذا الشأن. في تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيشير إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري خلال شهر يوليو إلى 18.3% ووصل 4.6 مليار دولار مقارنة ب 3.8 مليار دولار عن نفس الشهر من العام السابق. ممكن كمان التقرير كان في بعض الأرقام الهامة اللي أشار إلى أن الواردات المصرية من الغاز ارتفعت ب 220% مصرية من البترول ارتفعت ب 80%. عايزين نعرف من حضرتك يعني الحكومة مستهدفة انها تزود الصادرات وتصل المستهدف 100 مليار دولار، فهل العجز اللي حصل ده عجز مؤقت لظروف معينة ام انه هيستمر خلال الاشهر القادمة؟ كمان بالنسبة حضرتك للتقرير اللي تم عرضه اليوم
يعني ما زال القطاعات الرئيسية المسؤولة عن حدوث النمو في مصر إما بتحقق أرقام سالبة أو قليلة النمو، خاصة بتكلم عن قطاع الصناعة والقطاع الزراعي اللي بيعمل فيهم ملايين واللي بيتوحوا فرص عمل، وممكن دائما المواطن بيهتم فرص العمل والتشغيل والأسعار. فعايزين نعرف إيه خطة الحكومة للارتقاء بالقطاعات الرئيسية وممثلة في الزراعة والصناعة. شكرا. شكرا جزيلا. طبعا لما نيجي نبص، ويعني انا قلت في عاملين رئيسيين هم اللي اثروا على النشاط الاقتصادي، اولهم التطورات اللي حصلت في المنطقه واثرها على قناه السويس، وخد بالك ان قناه السويس موجوده برضو في الميزان الخارجي، فاللي بتشوفه في النمو بيأثر على طول برضو في التجاره وفي الميزان الخارجي. فدي نمره واحد. نمره اتنين، السنه نفسها زي ما قلت قبل قرارات مارس 2024 كان في مشاكل في مواد الانتاج، وبالتالي كان عجله مستلزمات الانتاج، وبالتالي عجله الصناعه نفسها كانت مش بنفس الوتيره اللي كانت في السنه السابقه. ده تحسن بعض الشيء في الربع الاخير. حضرتك عارف انه في دوره للانتاج ثم التصدير، فاحنا متوقعين انه في الربع اللي احنا فيه حاليا نقدر ان احنا نشوف تبعات الاثار الجيده في حل مشكله مستلزمات الانتاج. فدي يعني انت بتقول شهر يوليو، شهر يوليو ده الشهر اللي بعد انتهاء السنه، يعني محتاجين. ودي نفس الشيء بالنسبة للإصلاحات الهيكلية، أنت بتعمل إصلاحات هيكلية النهاردة الأثر بتاعها مش قبل يمكن 6 لـ 8 شهور مستقبلا، فبرضو المدة ما بين تنفيذ الإجراء أو الأثر بتاع الإجراء وأثره على النشاط أو أثره على الصادرات، أعتقد هو ده اللي محتاجين ناخد بالنا منه. ولكن لما بنبص على الاستخراجات، وده هيبقى واضح الأسبوع الجاي مع وزير البترول، في مساعي حصلت، في سداد حصل للأجانب، وبالتالي إعادة مرة أخرى نشاطهم في التنقيب والاستخراج. وطبعا الواردات اللي خاصة بالغاز الطبيعي ده يعني كان واضح جدا والكل اتكلم عليه، وده طبعا حضراتكم نتذكر علشان لما تعهدنا ان احنا نوقف قطع الكهرباء في الصيف، فكان لازم نتدخل بأرقام كبيرة من الواردات من شحنات استثنائية علشان نعمل هذا الموضوع. لكن تاني مرة أخرى زي ما أكدت لحضراتكم، إحنا خطتنا واضحة جدا إزاي هتقل الاحتياجات من الاستيراد من الوقود الأحفوري على مدار السنة الجاية عشان ندخل أكبر حجم من الطاقة الجديدة والمتجددة، موضوع الربط اللي مع السعودية اللي بنتكلم عليه، عديد من الحلول والبدائل. اتكلمت على إزاي تعظيم إنتاجية الكهرباء بأقل كمية وقود تتعمل من خلال المزيج ما بين الغاز الطبيعي والمازوت. كل ده النهاردة اللي بنتحرك فيه عشان فاتورة الاستيراد من المواد البترولية لغرض توليد الطاقة هتبدأ تقل بصورة كبيرة جدا إن شاء الله، وحنعرضها على حضراتكم بالتفصيل. تفضلي. من خلال دعوة الرئيس لحد من فاتورة الاستيراد وتعزيز الصناعة الوطنية، فالحكومة كده الفترة اللي فاتت قدمت حوافز للصناعة علشان تشجع المستثمرين اللي هم يدخلوا في القطاع الصناعي، فممكن اللي احنا نلاقي حوافز الفترة الجاية لدخول صناعات بعينها يعني في السوق الوطني زي مثلا صناعات الفويل، وهل ممكن الحكومة تقوم بشراكات مع القطاع الخاص لتعزيز وجود الصناعة دي في الفترة القادمة؟ وبالنسبة لحجم الاستثمارات، حجم المشروعات اللي تمت في الخطة بتاعت 23-24 بلغت كم في المية؟ طيب خلينا نتكلم بالاول على الحوافز وبعد كده معالي الوزيره تتكلم على الاستثمارات. احنا النهارده حددنا واذكر حضراتكم اكتر من 150 مجموعه اللي هي حجم استيرادنا منها بيتجاوز ال 25 مليار دولار في السنه، وبالتالي دول اللي احنا مستهدفينهم بحوافز كتيره جدا. المجموعه التنميه الصناعيه شغلها الشاغل هذا الموضوع، في موضوع تسهيل الاجراءات، اعطاء الرخص، اتاحه الاراضي وتخصيصها، تطبيق الحوافز اللي بقت موجودة النهاردة الإضافية لهذا الموضوع، وحتى موضوع التمويل الميسر، المبادرة اللي احنا عاملينها ان احنا نتحمل تقريبا نص سعر الفايدة عن المشروعات، الدولة برضو حطها في هذه الحزمة من الصناعات اللي بالنسبة لنا ذات أولوية قصوى. واللي تاني اللي انا بتكلم عليهم في حدود 150 فرصة اللي بتبقى حجم الاستيراد بتاعنا منهم يتجاوز 25 مليار دولار.
هنا بس الـ الأرقام اللي هي موجودة هنا، الخطة هي 280 مليار انفاق استثماري من العجز، فهو متقسمة بقى 42% تنمية بشرية من الـ 280 مليار، ودي مع الوزارات المختلفة. والحقيقة في الحوكمة نفسها احنا بنقول أي مشروع عدى عليه 70% تنفيذ هنكمله، موقفين المشروعات الجديدة لبالظبط اللي حضرتك قلتيه، انه بالحوافز وبالإجراءات المتاحة، مش جديد ان ممكن القطاع الخاص يخش يكمل الجزء اللي كانت الحكومة عايزة تقوم بيه. فاحنا فعليا لما بنشدد على الانفاق العام، هو لازم المشاريع هتتعمل، فما فيش مجال آخر غير انه من التسهيلات المختلفة ان القطاع الخاص هو اللي ممكن يسد هذه الفجوة. دولة الرئيس، هل يعني توقيع اتفاقية صياغة اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية التمهيد لاتفاقيات كبرى ستكون بين مصر والسعودية في الفترات المقبلة؟ أيضا كان هناك تصريح للسيد يحيى الواثق بالله ورئيس جهاز التمثيل التجاري السعودي عن إمكانية استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين البلدين، وتحدث أيضا عن أنه البنكين المركزيين المصري والسعودي من المتوقع أن ينهوا هذا الأمر بنهاية العام الجاري، فهل هذا الأمر مطروح؟ شكرا فندم. طيب، تاني توقيع الاتفاقية، أنا بأكد على حضرتك هي توقيع لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، يعني مش فقط الاستثمارات السعودية في مصر ولكن أيضا الاستثمارات المصرية في السعودية، لأن النهاردة بقى هناك حجم كبير من الاستثمارات المصرية داخل المملكة نفسها، وبالتالي بالتأكيد توقيع هذه الاتفاقية، وده اللي أنا قلته بأكد عليه تاني، هيشجع مزيد من أولا الاستثمار المتبادل، ولكن الأهم تكوين شراكات ما بين الشركات المصرية والسعودية عشان تستفيد من هذه الاتفاقية سواء داخل المملكة أو داخل مصر في خلال الفترة القادمة. موضوع التعامل بالعملة العملتين ده بيبقى طبعا اتفاقيات وتنسيقات ما بين البنوك المركزية وبعضها البعض بناء على التبادل التجاري اللي ما بين البلدين، وبناء عليها يقدروا مدى يعني ان احنا نقدر ننفذ هذا الموضوع، وبالتالي هذا الموضوع طبعا بيدرس ضمن البنوك المركزية، ولما بيبقى فيه القرار المناسب ان هو يتاخد بيتاخد. اتفضل. دولة رئيس الوزراء، كان هناك اجتماع مع محافظ البنك المركزي، وتم التحديث عن تحويلات المصريين من الخارج، وان هي مورد مهم لدعم النقد الاجنبي في مصر. عايزين نعرف فندم، هل هناك حوافز اخرى للمصريين في الخارج زي بيت الوطن، السيارات اللي تم استيرادها للمصريين من الخارج؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، التأثيرات الخاصة بالحرب الدائرة سواء في قطاع غزة أو في لبنان على قناة السويس لها تأثيرات كبيرة، لكن الاستثمار في المنطقة الاقتصادية التابعة لقناة السويس إلى أي مدى وصل؟ وجزء أخير خاص بإصلاحات كثيرة تم العمل عليها خلال الفترة الماضية وحاليا، التسويق لهذه الإصلاحات مع المستثمرين على الجانب الخارجي سواء إقليميا أو دوليا، إلى أي مدى ممكن توصيل هذه المعلومات للمستثمرين في الخارج حتى يتم الاستفادة بأكبر قدر ممكن؟ شكرا فندم. طيب، نتكلم بس على تحويلات المصريين في الخارج. احنا الحمد لله الشهر الماضي يعني سجل يعني رقم الحمد لله اكثر من ممتاز، يعني يمكن من اكبر الشهور اللي حصل فيها تحويلات للمصريين في الخارج، وصل الى 3 مليار دولار، فده للشهر الماضي، وان شاء الله بندعو الله ان الامور تفضل مستقرة، لان طبعا طول ما السياسة النقدية الحمد لله ماشية بهذا السياق، هو هناك ثقة، وده بيعكس ثقة الحمد لله في استقرار سعر الصرف. الموضوع التأثيرات طبعا الموضوع على المنطقة الاقتصادية، يعني خلينا أقول لحضرتك ان احنا الحمد لله، لان المنطقة الاقتصادية لما بنتكلم على الاستثمارات اي حد بيجي بيتكلم على استثمارات طويلة المدى، فهو بيتجاوز امد الصراع اللي هو مهما طال هيبقى صراع مؤقت، والحمد لله يعني المنطقة الاقتصادية بتشهد يعني نمو هائل في خلال الفترة الماضية، وإن شاء الله مع المشروعات الجديدة اللي بتبقى عمالة تتوقع تباعا هيبقى فيه نمو أكبر في خلال الفترة القادمة، وده اللي أنا بأكد عليه، ويمكن إن شاء الله هيبقى فيه اجتماع مع السيد رئيس الهيئة في يعني يمكن بكرة، المفروض بتابع معاه كل المشروعات عشان بنركز قوي على مزيد من تشجيع الشركات العملاقة الأجنبية إنها تدخل جوه المنطقة. بالنسبة للتسويق اعتقد يمكن معالي الوزيرة يعني زي ما قالت يعني ان شاء الله مثلا زي
الاجتماعات المؤتمرات المشتركة النهاردة اللي بتعقد مع دول الاتحاد الأوروبي، كان في مؤخرا فرنسا، وبعد كده يعني الأسبوع الجاي زي ما معالي الوزيرة قالت المجموعة الاقتصادية رايحة في اجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بيبقى فرصة لترويج كل ما بيتم في مصر في هذا الشأن. معلش أزود أضيف حاجة بس، احنا طبعا تخطيط وتنمية اقتصادية وتعاون دولي، فالتعاون الدولي في جزء مهم جدا وهو تمويلات رايحة لشركات أجنبية بتعمل شغل في مصر، فتسويقنا أو جزء من تسويق هذه الإصلاحات بنشوفها برضو في التمويلات اللي بتوصل للشركات الأجنبية اللي بتعمل في مصر. أنا لسه كنا جايين من مؤتمر هامبورغ للاستدامة، وهناك وقعنا مع سكاتك بتمويلات من الحكومة الألمانية لتصدير الهيدروجين الأخضر، فده بيبين برضو نقطة مهمة انه اي او قوة مصر الحقيقة في الفترة اللي فاتت انه ازاي بنقدر نحشد تمويلات للقطاع الخاص من مؤسسات دولية هي مطلعة على هذه الاصلاحات بتتكلم عنها وبتقدر انها برضو، ودي قطاعات مختلفة لو بنتكلم على المواني الجافة، لو بنتكلم على الطاقة الجديدة والمتجددة، لو بنتكلم على الهيدروجين الأخضر، لو بنبص على حتى الربط الكهربائي ما بيننا وبين السعودية كان بتمويلات من الصناديق العربية، فده برضو مصدر قوة مهم في جذب الاستثمارات، لأنه الاستثمار لما بيجي بيبقى عايز تمويل، التمويل يا إما يجيبه من بنوك تجارية غالي يا إما بيقدر يجيبها من البنوك التنموية. علاقتنا مع البنوك التنموية كويسة جدا، بيشوفوا الفرص هنا فبيقدر يقلل من تكلفة الاستثمار جوه جمهورية مصر العربية، ودي حقيقة يعني برضو من دواعم القوة لقدرتنا على جذب هذه الاستثمارات. آخر سؤال بقى، تفضل. آخر سؤال. دولة رئيس الوزراء طبعا يعني أنا أعتقد أن الملف السياحي وخاصة أن احنا خلال السبع شهور الأولى لهذا العام حققنا رقم كويس جدا، 8 مليون سائح، البعض بيتوقع إن شاء الله أن احنا نحصل 14 مليار دولار. هل يمكن أن تتجه الحكومة للتركيز في هذا الملف وخاصة أن احنا على موعد مع التشغيل التجريبي المتحف المصري الكبير وداخلين في الموسم الشتوي، اعتقد يكون في تركيز عليه تعويضا شويه عن معدلات النمو. سؤال تاني يا فندم، يعني بعد اذن حضرتك طبعا احنا تابعنا خلال اليومين اللي فاتوا الحادث المأساوي لطلاب احدى الجامعات الاهليه، ما حدش ينكر الانجاز اللي حصل في الدوله المصريه على مدار السنوات اللي فاتت بخصوص المشروع القومي للطرق، يعني الدوله تكلفت اكثر من 500 مليار جنيه، ولكن إذا ما تحدثنا وتابعنا الأحداث بنلاقي أن في بعض الثغرات البسيطة التي تؤدي إلى مثل تلك الحوادث، وخاصة إذا كنا بنتكلم على خلال 8 سنين اللي فاتوا عدد وفيات تجاوزوا 50 ألف والمصابين 500 ألف، ده بحسب جهاز التعبئة والإحصاء. يمكن أن تتحرك الحكومة في هذا الملف وخاصة إحنا لسه سيادتك طارح المبادرة الرئاسية، مبادرة سيادة الرئيس بناء الإنسان المصري، هناك بعض الثغرات البسيطة التي يمكن أن توقف تلك المشاكل والحوادث المتكررة، وخاصة أن الدولة لم تألو أي جهد في تطوير الطرق. شكرا فندم. شكرا فندم. خليني أتكلم على السياحة. السياحة طبعا يعني جزء كبير جدا من النهاردة أولويات الحكومة، وجزء من إحنا قلنا هنعتمد على أربع قطاعات مهمة جدا في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة وخلق فرص عمل جديدة، قطاع الصناعة طبعا، قطاع الزراعة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع السياحة، ودول اللي هي القطاعات الانتاجية المهمة جدا اللي احنا شايفين ان احنا هنتحرك فيها. حضرتك انا عايز اقول برضو حضرتك ده جزء من التأثيرات احنا بنتكلمش عليه، احنا كان تقديراتنا قبل الازمة الاقليمية اللي موجودة ان احنا كنا هذا العام كنا ممكن نتجاوز 18 مليون سائح، وكانت التقديرات يعني رايحة لهذا الموضوع. طبعا للأسف يعني الأزمة اللي حصلت أثرت بصورة برضو على هذا القطاع، ولكن مش بالصورة الحمد لله يا رب، ما زالت يعني قطاع السياحة بيشهد طفرة كبيرة، وإن شاء الله زي ما حضرتك بتقول يعني نتحقق بيه أرقام كبيرة، ولكن الخطة بتاعتنا إن إحنا زي ما اتكلمنا إن إحنا مصر بسهولة بإذن الله في خلال السنوات القادمة نقدر نضاعف الأعداد اللي بتصل لنا في العام من خلال الموضوع بتاع المطارات، ويمكن زي ما بأكد لحضراتكم جزء من الخطة بتاع تحسين إدارة وتشغيل المطارات عشان نزود ونضاعف عدد السياحة
لان ده جزء من المنظومه كلها، ازاي ان احنا بنزيد غرف سياحيه، تنظيم النقل بمختلف مشروعاته. يعني لما بنتكلم هنا على مشروعات النقل نفسها والقطار السريع فائق السرعه عشان يربط مصر، هو جزء منه ان هو هيخدم على السياحه. لما بنعمل المقاصد السياحيه الجديده سواء على البحر المتوسط او البحر الاحمر عشان اضاعف الغرف السياحيه، فاحنا بنتحرك بسرعه كبيره جدا في هذا القطاع علشان نقدر نحقق هذه المستهدفات، وعندنا مستهدفات لكل سنه في هذا الشان ان شاء الله. طبعا يعني اللي حضرتك قلته ويخليني طبعا يعني انتهز الفرصه ان انا اوجه خالص العزاء ليعني اسر واقارب طبعا الضحايا اللي توفوا في الحادث اللي الحقيقه يعني كان ادمى قلوبنا كلنا ان يحصل حادث زي ده. وزي ما حضرتك قلت يعني بالرغم من كل يعني الحجم التطوير الكبير اللي تم في الطرق ما زالت هناك حوادث. طبعا وتيره الحوادث قلت بصوره كبيره جدا عن الفتره اللي فاتت اللي كانت بتحصل في مصر، ولكن بالتاكيد هناك مساحه اكثر لموضوع الرقابه اكثر على السائقين، وازاي ان احنا نضمن يكون هناك تفتيش دوري ومستمر، ما يبقاش حتى مع تجديد الرخص بالعكس يبقى هناك على بالذات سائق الحافلات يبقى بصوره مستمره ودوريه واقصر يعني كثافه علشان نضمن ان ما يحصلش اي يعني حوادث بهذا الشكل اللي حصلت في حادثه الجلالة، لان حضراتكم شفتوها هي يعني في الاساس هو للاسف خطأ بشري من السائق بتاع الحافلة. ولكن يعني احنا هنتحرك في هذا الموضوع بصورة كبيرة جدا على اساس ان احنا نحاول بقدر الامكان ان شاء الله نؤمن ونقلل من هذه النوعية من الحوادث. انا بشكر حضراتكم جميعا.